مولانا الإمام، يعني قبل أن أدخل في قطع الطريق على الوصول للشباب وعلى اللعب ب، كان في عنوان كده اسمه اللعب في الدماغ، يلعبوا في دماغ الشباب ويستقطبوهم، صور ما يدعونه من جهاد النكاح أو نكاح الجهاد اللي بيقولوا عليه ده، الصور دي فقهيا حكمها إيه؟ حكم اللي يروح لهم إيه؟ قدمنا في الفقرة الأولى الإجابة على هذا السؤال بالذات، وهو أن هناك إجراءات وهناك هدف للشريعة وروح للشريعة، والعلماء عبر التاريخ كانوا إذا رأوا أننا قد يعني فعلنا الإجراءات دون ما تهدف إليه هذه الإجراءات، كانوا يرون أن هذا هو نوع من الانحطاط في تطبيق الدين الذي أراده الله. ولذلك رأينا الإمام الغزالي يفزع عندما تعود الناس على الصلاة. الإمام الغزالي جاء في القرن الخامس الهجري، يعني مات 505، فلما ولد سنة 450 إلى 505، 55 سنة اللي قضاهم في الحياة الدنيا دي كانت واقعة في القرن الخامس. الناس رايحة المسجد ومبسوطة متعودة، ولكن العبادة صارت عادة. يعني ايه؟ يعني الإجراءات تامة، بيروح يغسل وشه وإيديه ويمسح راسه ويغسل رجليه، يعني بيتوضى، يعني معناته كده. امال فين المشكله يا مولانا؟ انه مش خشوع، مفيش صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، اثر الصلاه في الاجتماع البشري غير موجود. ما دام مفيش قلوب ضارعه في تلك الصلوات فبنتهي من الصلاه، يقول لك صلى الفرض ونقب الارض. انت عارف نقب الارض ده ايه؟ ده كان نوع من انواع السرقه، ان انا اجي في المسجد واشيل الحصيرة او السجادة واحفر نفق علشان النفق ده يصل الى البيت المقابل للمسجد فاسرقه. صلى الفرض ونقب الارض. يعني ايه نقب الارض؟ يعني مصر على المعصية، يعني قاعد يعمل اعمال كتيرة جدا للتوصل الى المعصية. طب ما صلاة الفرض اللي هو أداها دي ما توضاش يا ترى؟ لا اتوضى. استقبل غير القبلة؟ أبدا والله استقبل القبلة. لم يستر العورة يعني؟ أبدا. صلى الظهر بدل 4-3؟ أبدا. إجراءات سليمة، إجراءات سليمة 100%. ولكن هدف الصلاة وهو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، عملها؟ قال لا ما عملهاش. يبقى اذا لما راينا كده صام رمضان، جه رمضان واحتفل وعمل وعمل كل حاجه من الصيام، الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من اذان الفجر الى اذان المغرب، الصيام ده بيهذب النفس، بيعلي من روحانيه الانسان، بيؤدي الى التهيؤ للعبادة من ذكر ومن قراءة ومن صلاة ومن ومن ومن. تم؟ لا ما تمش، ده هو بس امتناع عن الأكل وكده. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. يبقى عمل إيه؟ عمل الإجراءات الظاهرية من أركان وشروط، وترك ما تهدف إليه هذه العبادة مما أرشدنا الله إليه.